لقد حل موسم جني الثمار والخضر لهذه السنة، وكالعادة زهير الذي ينحدر من عائلة فلاحية يسجل حضوره بمزرعة حسين التي تفتح أبوابها للشباب الراغب في العمل من أجل توفير المال. عندنا الفلاحة شوية بزاف الله يبارك، ونخدمو كيما الطماطم، الفلفل، الحار، نخدمو فريزة ونسحقو حنا خدامين. بون عندنا خدامين اللي على العام، عندنا كاين خدامين كيما حنا نسحقو خدامين بزاف، عندنا خدامين تاع الشتا وتاع الربيع وكاع، بصح هذو نسحقوهم في الصيف باسكو هذو يعرفو الخدمة، سبيسياليست في الطماطم، جبناهم ما يعرفوش وعلمناهم. والخدامة كي تعرفي كيفاه، وين يلقى راحتو يقعد، وين يلقى المعلم تاعو يساحفو ويوريلو ويعلمو كاع يقعد معاه. انا يا نخدم هنايا في الصيف، نخدم عند هذا حسين كي نسكن عندنا في 5 مليون، دوكا راه هنايا نخدم معاه في الصيف، كل صيف نخدم معاه غير هو. انا مدو ميكاتوز، مدو ميكاتوز نخدم معاه. واش تخدم؟ نخدم معاه فلاحه، نبالي طماطيش، فلفله، فريزه، نخدم الفراز. في العام نخدم هكذا كما احنا نقولوا في 5 مليون، نخدم المال، نخدم البقري، نخدم خرفان. انا هذه خدمه خلاها لي جدودي، جدي، بابا، ومن بعد ورثها انايا، راني نخدم فيها. العمل داخل المزرعه يرتكز على مهام مختلفه، من بينها ازاله الاعشاب، السقي، وقطف الثمار الموسميه. لكن زهير اختار مهمه قطف وترتيب الثمار داخل الصناديق. حنا نديسيدو في الليل الا نحو الحب كما حنا نقولو طماطيش، ولا ما نحوش، انا رانا نقو حشيش، ولا نركبو كاش خيط، ولا نديرو كشدوى، ونوضو كشو في الليل نديسيدو واش نديرو غدوة. صافي الصباح كي نوضو كشو ديريكت نواجهو العمل تاعنا، نروحو ديريكت نواجهو العمل تاعنا، نخدمو بعد نخرجو نفطرو ريح، وما تنسيتو عشية كي يبرد الحال نزيدو نخدمو عشية. تسمى تخدمو صباح وعشية؟ كيفاش قاسمين الوقت؟ في الصيف باك نخدمو صباح وعشية، شغل النحو ذيك البريود تاع السخانة هذيك ما نخدموش فيها. الحوايج اللي تعبوا فيها هذه خدمة حنايا مباليو، كي نهاري مباليوها كي نجيو كما حنا نقولو نشارجوها في الكاميو تاعيك كما حنا نقولو. ثقيلة، ثقيلة بزاف، وسيرتو إلا كانت سخانة زيد تعيب بزاف. هذه الخدمه الانسان لازم يطلب الصبر، باسكو الناس بك يقول لك الخدمه دوام والربح عوام، لازم شو الانسان تكون عنده، لازم يكون عنده، يكون لازم عنده لافونتي، لازم بزاف باش يخدم هذه الخدمه، باسكو هذه الخدمه مش سهل، ماشي امبورت واحد يخدم هذه الخدمه. الى جانب زهير نجد ناصر، هو الآخر قدم من ولاية الشلف ليختار العمل وسط الحقول رغم درجة الحرارة المرتفعة. بالنسبة له البداية لم تكن سهلة لأن العمل يتطلب الكثير من الجهد العضلي. أنا كي بديت الخدمة هنا جيت عنده أول مرة، على كل حال حبينا وقعد معنا، ما نكرولوش الخير، قعد معنا بالك شي 15 يوم 20 يوم، هو معنا وقف معنا كيفاش تخدم، كيفاش تدير، كيفاش الشجره تطلع، واش يخصها واش ما يخصهاش، علمنا بزاف. ومنو تعلمنا خدمتي متنوعه بزاف، كاين الشجره ديروا لها خيط باش تطلع، بعدين بورجونها الدواء والماء تاعها كي توجد، رانا نحيو نجيبو منقص، نحيو الحب، نتبعو الحب الطايب، نحيو كي نحسو روحنا باللي رانا منحيين حق ما نشارجيو واش يكون عندنا، رانا نخرجو ونباليو ومن بعد نشارجيو في السلعه في التراكتور وترطبة. ناصر الشاب المجد في عمله، عقله يحمل حلما بأن تكون له مزرعة خاصة في يوم من الأيام. الحلم ديالي أني باش نكون عندي مزرعة كيف حسين، باسكو تعلمت بزاف، قادر باش نسير مزرعة لوحدي، تعلمت منه بزاف.
كثير من الشباب قاعدين يقول لك ما نروحش للتم، ولكن جربها برك. ندائي للشباب انه يجربوا برك، ماشي كيف المدرسه، يقرا في المدرسه كيف هنا ثاني مدرسه سهله ما كان والو. خدمه ما شاء الله. غير بعيد من ناصر يتصبب العرق من جبين زهير الذي يؤمن بأن الأرزاق أقدار من وراء كل المهن، والأساس فيها أن تكون حلالاً. بدخول هذه الخدمة الحمد لله جميع احتجت دراهم ولا الحمد لله صوروا عادي، صوروا المكتوب اللي كتبوا ربي، عايشين علامة الحمد لله، حاجة ما خصتناش. فيها مدخول الحمد لله، على الاقل الانسان يكون محتاج، بصح كي يجي تعمل الخدمه هذه ما يوليش في مرحله الاحتياج، يكون كافي روحه. يعتبر العمل وطلب الرزق قيمه تضفي الشرف والعزه للانسان وتحدد قيمته في المجتمع، خير من ان يبقى عاله على الاخرين، وهو ما لمسناه في هؤلاء الشباب العازمين على النجاح في حياتهم وتحمل المسؤوليه.